إن الإيمان ينقص بالمعاصي، وعلاج ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وبذل الجهد في إتباع السيئة الحسنة. فإذا وقعت في ذنب فبادر إلى الاستغفار وأقبل على العزيز الغفار، فإنه يغفر الدقيق والجليل والصغير والكبير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا استغفر العبد صادقا وتاب إلى ربه مقبلا بدل الله سيئاته حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات.